يحكيوا على وزير قال اختار الوطن. يا اخي في الاخر طلعت حكايته قرعه وخاب فيه الظن. طلع له الملك قال له كيفاش تسيب النهضه وتختار تونس يا اخي باش تتجن، وعملوا له مجلس شورى باش يقف عند حد وما عادش يتقوى على البدن. هبطوا في الشارع زوز كعبات قالوا نحبوا الشرعيه مش الكفاءات. تنصب مجلس في الحمامات نهار ليله بالمبات، وقالوا يا وزير ما حاشتناش بهالنوع من المبادرات، كان باش تخمم في النهضه وتسيب عليك من تونس وتجي للثنيه ما كانش ماكش ولدي واخرج عليا. الوزير ما خممش برشا الحق وقال نهضتي يا نهضتي والشعب خليه يتفلق. مش مشكل الشعب حالته متعبه شويه ما داب شيخنا الملك راضي عليا. انا واحد من الشعب كي نخمم في هالحكومه اللي قالوا تاريخيه، مال اللي جايه بعدها شنيه؟ مضحك البي وكمشه صبيحيه. في المملكه تبدل المثقفين بمر الدهور، بعد الكتاب وجماعه تحت السور ولاو عندنا جماعه تكتب في دستور. بعد السيف علقنا منجل وسطور والشعب يتفرج كالطرطور. حتى اللي عقدنا فيه النوارة هو باش يعمل لنا حكومة قطوس في شكارة، وميات نمالة دخلوا لك المغارة بعد اللي عنا معارضين برتبة نبارة. يا ولادي دوام الحال من المحال، واللي ناوي على وزارات السيادة باش يلعب على حبال نقول له خلي اللي صار في بن علي على البال. يا نهضة اعمل اللي تحب، هو صحيح الوزير وزيرك، اما كان باش تدوم الحد راهي دامة الغيرك. ويوفى الحديث.